تقلبات واردة بين ليلة وضحاها، بس يبدو أن الفدرالي الأمريكي ما عاد يتدخل كما كان بالبداية باعتبار أن هناك محاولات لوقف بالدولار. لكن أنا أقول على المختصين في هذا الجانب المالي سواء كانت وزارة المالية البنك المركزي أن يضبط إيقاعه، أن يحلو بخطوات واثقة حتى تغييرهم. يعني لا بأس استمرت، لا خلينا نغير محافظ البنك المركزي، هو قوم جايب صك من الله. يعني إذا عجز هو الرجل أول ما خرج أنا استمعت له قال إن شاء الله خلال فترة شهر راح نسيطر على هذا التدهور وراح نعيد الدينار ثقته. طيب. لكن الرجل يبدو ما رجع وأن الموضوع أكبر منه، فليش بصير عند هاي الروحية الرياضية أنه أنا اليوم ما أقدر أكمل المسيرة أو ما أقدر أنجز، علي بإتاحة الفرصة لغير لو هي المحاصصة دخلت لنا حتى أنام. وهذا قوت شعب، وهذا الدولار اليوم هو أصبح هو الوتر الحساس اللي كلها تعزف عليه. طيب. فأنا يا أما أضبط طبعتي يا أما أترك المجال الغيري. أما أنا أقول لك إياها، إذا اليوم الورق ب 148 فيقينا قد تكون الأيام القادمة، ولست متشائما ولكن هذا الواقع يفرض أنه قد يكون يعود إنعاد 155 وال 160. طيب. وبالتالي راح نصير حقيقة الأمور تزداد اشتباكا وتعقيدا.